مرحبا بكم جميعا في عالم النجوم والثقوب السوداء، حيث تتقاطع قوى مذهلة في أعماق الكون. هل تعلمون أن النجوم ليست مجرد نقاط ضوء في السماء؟ إنها كرات هائلة من الغازات تتحول فيها الهيدروجين إلى هيليوم، مما ينتج طاقة هائلة تجعلها تتألق. ومع مرور الزمن قد تنفجر النجوم العملاقة في حدث يعرف بالسوبرنوفا، مما يؤدي إلى تشكل الثقوب السوداء. الثقوب السوداء هي مناطق في الفضاء حيث الجاذبية قوية جداً، لدرجة أن لا شيء، حتى الضوء، يمكنه الهروب منها. يعتقد أن الثقوب السوداء تشكلت عندما تنهار النجوم الكبيرة في نهاية حياتها. تخيلوا قوة الجاذبية التي تجعل كل شيء يبتلع، وأحياناً تستخدم هذه الثقوب السوداء كأدوات لفهم الكون بشكل أفضل. فكروا في ذلك، نحن نعيش في كون مليء بالأسرار، والنجوم والثقوب السوداء هي مجرد بداية. استمروا في استكشاف هذا الكون المذهل.